يمكن هي بالمشفى لهيك ما عم ترد علي. وقف، اهدى اهدى، استنى شوي. الو داود. امور بابا. اللي عم دور عليه هون هني هلا موجودين بواحد من مشافي اسكودار. بسرعة بعت رجالك خليهم يدوروا بكل مشافي المدينة، لاقيهم وجيبوا اللي عندي. تحت أمرك بابا. هنن هلأ جوا يا أخي. رح صف هنيك، جيبوهن. حاضر. كيف حاسة حالك هلأ؟ أحسن؟ إيه حبيبتي، يعني أحسن من الأول. منيح، اتصلت بكرم وهو هلأ جاي لهون مشان نرجع معه. تمام؟ تمام يا روحي. شو رأيكم نروح وكمل إجراءات المشفى؟ إيه والله يا ريت. أعطيها ويتي بعد إذنك يا ابني. تفضل. ما بطول عليكم. بدنا نعمل صورة شعاعية للدماغ. ضروري إنه نعملها؟ الدكتور طلبها. معلش خالتي فتون، هيك منطمن أكتر. يا الله هلأ. على مساعديني. بعد إذنك، كان هون في ست مريضة، بتعرفي لوين راحت؟ طلعت مع صبية. شو طلعوا لسا من شوي كانوا هون؟ غريبة. وين بدهم يكونوا راحوا؟ لوين اخذيننا؟ خلصي ولا حرف. اتركنا اتركوها اتركوها. يلا يلا اطلع على السيارة بسرعة. حرام عليكم، لوين اخذيننا؟ اتركونا. فاضل؟ اي نعم. اللي شو صار؟ ما لقيتهم اخي. شو يعني ما لقيتهم؟ غبت عنهم شوي ورجعت ما لقيتهم. عفوا، عم دور على الفتون يلماز، بتكون امي. هي كانت مع هالشاب بالغرفه وكان معها صبيه. راحوا على التصوير الشعاعي. يعني اي طابق؟ اللي تحت. اجت فتون يلماز مشان التصوير؟ لا يا رح شوف عندي. مو موجود عندي هيك اسم. وين بدهم يكونوا راحوا؟ أكيد هالكلاب قدروا ياخدوهن. أخي لا تفاول عليهم. لك أنا شو عملت؟ شلون بتركن هيك لحالهم؟ فهموني، شو بدكن منا؟ تركونا بحالنا. لك مو شايفين المخلوقة مريضة؟